عندك عمودي. مرحبا. اهلين ومرحبتين. شو طلعت من الحبل؟ ايه. يا مو اجا اسعد. اسعد؟ اسعد؟ خليه يدخل، ليش موقفينه برا؟ تفضل اسعد. اهلا اسعد. اهلا الحمد لله على السلامة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. والله شغلت بالنا عليك. اضرب انا عليك يا اسعد، شلون بيتهموا واحد بريء مثلك؟ كيف حالك يا حماتي؟ ان شاء الله بخير. كيف بدك كان يكون بخير وانت بالحبس ومتهوم؟ على كل حصل خير. فوتوا لجوا، فوتوا لجوا. سلمت على خطيبتك؟ لا والله ما شفتها. وينها؟ يوه بعلمي هي اللي فتحت لك الباب. منيرة اللي فتحت الباب. يعني منيرة مو عاجبتك؟ فيها البركة. ايه معلوم فيها البركة، مشان هيك حبينا تكون هي لك بدل ليلة. بدل ليلة؟ ايه بدل ليلة. بس انا قصدي يعني انا قريت الفاتحة. ليش ما صار لك خبر وانت بالحبس شو صار؟ لا والله شو صار؟ ليلة تجوزت. فوت اسعد، فوت لنحكي جوا. فوت يا فوت. عود اسعد، عود. شباب عود. اسمع اسعد، الله يرضى عليك، ما عاد بدنا مشاكل اكثر من هيك. يا حماتي كل شيء بإرادة الله. عرفاني يا ابني، بس لازم تدير بالك بعد هلا. وقت اللي حبسوك صارت سيرتك على كل لسان، يعني شو بدي اقول لك؟ فضيحة. ليلى يا حسرتي ما تحملت هالشي، والله يا ابني قرب الهم يقتلها. بس انا ما عملت شي يعني. صحيح، بس حكي الناس لك ابني. ها هذا عمك سأله. ايه والله يا ابني، حتى انا يا اسعد ما عدت اعرف ارفع راسي انا وماشي بالطريق. من شان هيك انجبرنا نلحقها قبل ما تموت من الهم والحسرة. شفنا احسن شي انه نجوزها، وخاصة اللي خطبها شاب بيعجبك، شخصية يعني. يعني هلا تتجوزين؟ مثل ما قالت لك حماتك، كان لازم تتجوز بعد اللي صار فيها، وانت السبب يا اسعد. يعني فكري لو انت عرفان بحالتها كنت وافقتنا وباركت لها، لاني بعرفك وبعرف طيبة قلبك. مظبوط يا عمي، كان لازم يحصل الشيء. بارك الله فيك. شفت لما الواحد بيحط عقله براسه كل شيء بيصير طبيعي وميسر. قربي يا مقربي، اعطي خطيبك بالاول. هذا الشراب سوينا خصوصي لهالفرحه، فرحه طلعتك من الحبس. صح، كان لازم يحصل هالشي. شو عرفون لإمتى رح أضل محبوس؟ أنا نفسي ما كنت عرفان إذا رح أضل شهور ولا سنين. مسكيني هالليلة، كان الهم رح يموتها. يا
شيء؟ ايه بنتي فوتي فوتي يا مو فوتي. وما سعد شوي يا أسعد يا ابني، هلا أنت صرت منا وفينا، يعني شو الفرق بين ليلى أو منيرة؟ اثنيناتهم إخوات. عادي يا بعدين لا تقلل عقلك مثل بعض الرجال، كلهم نسوان، مو هيك أبو منيرة؟ ليه؟ يعني بتوقعني قال وأنا يشهد الله ما عرفت غيرها؟ إيه يعني مو شرط؟ ولك إيش لو مو شرط؟ شلون مو شرط؟ قال لازم الواحد يجرب، صح يا ابن الحلال؟ ولك قول لا تخاف من خطيبتك أو حماتك، لسه ما تجوزت. والله يعني ما بعرف. لا تصدق يا رجال، المهم المرة تكون آدمية وتعرف تطبخ وتعجن وتخبز، والباقي كله بالمحبة والتفاهم. هيك يسلم لي هالتم. عم اقول لك يا انا يا انت بهالبيت، عم تفهم؟ خجولي ارضى تخلع رقبتي ولك عايز تضربني، ان شاء الله بتنكسر ايدك يا رب. ولك كلبه بدي موتك. ها الله يفوق تنكسر ايدك. شو اسعد؟ حدا بيشرد وقاعد مع خطيبته؟ بس بتعرفي فتحية؟ نحن ما قرينا فاتحته لسه. ايه ما في لزوم، نكتب كتابه ومنجوزهم فرد مرة. هذا قولي؟ ايه شو رأيك اسعاها؟ انا فكر يعني مشان دبر لي حمار وارجع على الشغل. بدك ترجع تشتغل على التال والطاحون؟ لكن شو بدي اشتغل؟ ايه سيبك من شغلة النحس يا، ايه ما بيكفيني حبست مرتين مشانها. الظاهر ناوي يكون زبون مداوم بالحبوس. وينك؟ مثل ما قال المثل، قال بعيد عن الشر وغني له، دور لك على شغلة تانية. بس هذا ما بيمنع انك تتجوز من هلا، ونحن ما رح نحيجك لشي من هون لحتى تلاقي شغل. تسلم. يلا لكن يا رجال، بكره المسا الكتاب وبالليل الدخلة. سمعونا الفاتحة. ليش بدل شارد؟ ما بدي افهم. يلي بيفرح ما بيشرد. معك حق. انا كلن الف مبروك يا اسعد. انا جارهن وربيت معهن وبعرفهن منيح. منيرة قليل من امثالها. يعني تتهنى فيها ان شاء الله. ممنونك. يا حزينة يا حزينة.
وعلى من حجنا حجات الحجاج نجدة حجات الحجاج نجدة حجات الحجاج نجدة حجات الحجاج نجدة وصلنا الجوار حدا وصلنا الجوار حدا وصلنا الجوار حدا وصلنا الجوار حدا وولا سمعونا يلا بقى خلوا العرسان يرتاحوا سمعونا فاتحة على نية التوفيق حبايب لا تلوموني العشر مقدر ولا تطول في الغالي هو غيري ولا تطول في الغالي هو غيري يلبق لك شك الألمس يلا ليلى خلينا نحن كمان ونترك امي لحالها يو اسم الله حولك معلش تقبليني ما في شغل روحي انت لعند جوزك طيب يا ام تصبحي على خير الله يرضى عليك ان شاء الله دوام الافراح جمعا ان شاء الله اخذوك يا حبيب قلبي يا ويل ويلي لا سلامتك الله يسلمك اذا عطشان لقوم جيب لك مي لا 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 ما بدي اشرب لا قول لا تستحي لا ماني مستحي لا لا ماني مستحي جوعان لا شبعان انت اليوم تعشيت على بكير اكيد جعت هلا لا لا ما جعت بس شو ما في شي مستحي مني لا ما مستحي لك ما بدك تنامي اذا جاي على بالك نضل سهرانين بس ايه مثل ما بدك بتضل سهرانين ظاهر ان عستي ايه راح يأذن الصبح وبعدني سهراني شو يعني بدك تنامي؟ شو رأيك؟ مثل ما بدي لا مثل ما بدك انت انا؟ ايه انت لكان انا ايمنة ما بحسن ضل سهراني اكتر من هيك ايه نامي انت تعباني باين عليكي الله يعطيك العافية الله يعافي
تصبح على خير. تلاقي الخير. والله تاريكي محزوزة يا منير. ليش قاعدة هون؟ مشان تنام منيح، ما ردت إزازة. عم فكر ليش ما بنعمل تخت تاني؟ يعني في ضرورة؟ معلوم في ضرورة، كل واحد منا بينام على تخت لحاله. ليش عم تضحك؟ والله انا عم بحكي جد. بس انا بعرف رجال ومرته بيناموا بفرشه وحده. شبك منيره؟ زعلتي؟ طيب بعمل لك تخت تاني، لا تزعلي. هيك ها، خليكي ضحكاني. مرحبا يا مو. أهلين. الله يرضى عليك. رحتي شفتي العرسان؟ لسه. يلا نروح سوا. بكير. شو بكير؟ رح يأذن الظهر. إيه أنا طلعت من بيته وش الصبح من غير ما يصير شيء. شو قصدك؟ حكى شي جوزك منشان أسعد؟ لا، قال عنه آدمي وابن حلال. ومنشانك؟ شو منشاني؟ باعتبار أسعد كان خطيبك. دخلك. هلا فاضل رح يغار من واحد مثل أسعد. إيه؟ سبحان الله. كل شيء بهالبيت بيقول إنه معمول خصوصي مشان يتقوا فيه الجرادين، لازمه قلب. إيه على مهل بيصير كل شيء. هون بدي تعمر لي شقفة مطبخ. دخلك؟ لك شلون أهلك كانوا عايشين بدون مطبخ؟ أهلي؟ إيه؟ بسيطة، لو كان بس المطبخ. شو بتقصد؟ ايه. على كل حال بدي تجيب لي طنجرتين وكم صحن وصينية، يعني الشغلات يلي لازمتنا ضروري. انت ما عاد تعذبي. ايه تكرمي، يلي بدك اياه بيصير. وشو بدي اقول لك كمان؟ شو بدي اقول لك كمان؟ ايه صحيح اسعد، ما قلت لي انت بتحبني؟ يعني ما بتحبني؟ لا بحبك. مو صحيح. والله بحبك. من جوات قلبك؟ ايه والله من جوات قلبي. يعني
يعني ما عم تقولها مشان تجبر بخاطري؟ لا لا. طيب واذا كان قلت لك ما بصدقك لحتى جربك؟ ايه جربين. طيب اذا بتحسن تمسكني بتكون بتحبني صحيح. الحقني. يو اسعد شبك لك. الحقني الحقني اسعد. اركض. الحقني يو لك. الحقني شبك. مسكتي شفتي. يعني بتحبني صحيح أسعد؟ شو أسعد؟ باين عليك زعلان. لا لا أبدا. شو بدي أزعل؟ ما بعرف أبصر. بالعكس أنا فرحان. والفرحان هيك بيعمل؟ اللي أسعد أنت لسه فكرك بليلة مو هيك؟ لا أكيد. ليلى الله يهنيها تجوزت وصارت لواحد تاني. بس هذا ما بيمنع أنك تضل حاببها وعم تفكر فيها. ايه بس غير محبة وغير تفكير يعني. كذاب. شو بدي اكذب؟ مشان ما تجرحني. لا منيرة حرام هيك حكي. الله ما بيني وبينها. بعدين يعني صارت ليلى مثل اختي لاني هلا جوزي. ايه صحيح نسيت انك جوزي. لا تواخذني. أهلين وسهلين بأم زياد. تفضلي. أهلين. زيد فضلك تقبريني. شلون العروس؟ الحمد لله. شلونك أنت جارتنا؟ الحمد لله. بشرينا إن شاء الله. عبال بناتك يا أم زياد. أخ الحمد لله إن شاء الله بالسلامة. عبال بناتك يا أم زياد. الله يسعدك أختي أم فاضل. شلون أخبار منيرة؟ سمعت قال لها هلا يعني. لا بس أنت مثل ما بتعرفي إنه أسعد خجول وبعد. على كل حال الله يتمم يلي فيه الخير ويهنيهم. يو انتي الثانية وصدقت هي الحكي. لا والله شو قالوا لك عني كل هالقد غشيمة؟ اي بحظي بعيوني هو اسعد مو تمام. يو باين عليه تقبريني. باين لاحته مو لاحت زلمة منوب منوب يعني مثل ما تقولي. ايه عندك حق والله. الله يكون بعونها للمنيرة. لا مو بس هيك والست فتحية شايفة حالها ومو مصدقة. ايوه على شو يا متقبريني؟ والله ما بعرف على شو. الحاصل شو بدنا به الحكي؟ والله عيب الوحدة تحكي. عندك حق والله. اتأخرت علينا يا رجال. اوف كان عندي شوي شغل. ما حلو العرسان هلا ما تعشوا ناطرينك. لا 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 والله مو مضبوطة.
مساء الخير. ليلة. لا تأخذونا. قال هلا ما تعشيتوا؟ بلاك ما بنتهنى عمي. ايه لا، ايه ما في حدا غريب. يلا يا جماعة سموا بالله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ بس لحد هلا ما حدا منكم قال لي ليش تأخرت. خير؟ لقيت شغلة ظريفة لصهرنا. بالله شو؟ ايه قالوا لي أبو حسن الفران عم يدور على إجير. قمت حملت درب طريقي ودوز دغري رأسا لعنده على الفرن. إن شاء الله مشي الحال يا عبي. معلوم مشي الحال. وهلأ اتفقنا على إنه ينزل بكرة مع أدان الصبح لعنده. عاد فرح بقى يا أسعد. وشو بده يشتغل؟ لا بيعرف يعجن ولا بيعرف يخبز. ها؟ إيه بنتعلم. إذا بدك بروح معك مشان علمة. يه والله بروح شوفي يا مو. يه والله ما أحلاكي وانتو عاملتيها. ما بيصير. فرن كله رجال. ايه العيون ما بصير. اكتب مثل ما بصير. واحذروا قديش رح يعطيك اليوم. زاي قديش رح يعطيه؟ رح يعطيك اليوم والاسوري. ايه والله نعمة. كيلو خبز. نعمة. معلوم نعمة. ولك هو كان بالاول بده يعطيك للترباع الورقة ما بينما يصير يعرف يشتغل. بس انا ضليت حايم وقل له انه الزلمة متجوز جديد. وثلاث ارباع الورقه ما بيكفوه هو ومرته حتى بعدين رضي يعطيه ورقه سوري. الله يديمك علينا يا ابني. ايه ولو ايه اقل منها يا بنتي. لك على ايش حايس؟ ما بدي افهم. بدي اشوف وين مخبي الخبز. قلت لك ما عندنا خبز. لنشوف. هاتي المفتاح. يا رجال خلينا نتمسى بخير. ها لك بدي اكل لي لقمه من الصبح ما دخل بطني الاكل. كم من تعبك ومن عرق جبينك. لك لا لك صغير ولا لك عاجز. ما عم الاقي شغل. تصطف دبر راسك مثل غيرك. طيب طيب هاتي المفتاح وبكره بحاول دبر شغل. لك كل يوم بتقلي هيك. هلا ما رح تعطيني المفتاح بالمعروف؟ لا. طيب يا حرمتك يا حق. الله لا يوفقك. ويابس كمان. الله لا يعطيك عافيه. لك اسفي بس لو ما كنت ضعيفه والله ما كنت بتحسن تحط ايدك علي. ان شاء الله ضعف الموت. ان شاء الله انت قبل مني يا حق. وبيجعك كل مني لجع عبد الله. شو من امتى ما اكلت؟ اكلت طير بالشفه ما شبعتني. معلش بكره انا بشتغل بكون عبد السردين كمان. صحيح. ايه ايه ابني امل ابليس بالجنه. ابليس اللي يلبسه اللي يلبسك. قلت خرشي احسن ما اقوم ليك. يا قول اسعد مستحي. كنت دايما شبعت. ما اكلت شيء بقى. شلون شبعت؟ معلش عمي كفايه المولى. لك ما بصير. انت عريس جديد ولازم تتغذى. ايه لكن لا قوم قيم الصفرة. لا خلي عنك يا مو انا بقيم. الله يرضى عليك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يا سيدي ان شاء الله وصيت لنا على شيء. ايو انت الثاني لسه بكير عليه هون. خليهم يدبروا بيتهم بالاول. ايه بعدين لازم يفرحوا شوي بشبابهم قبل ما يجي هم الاولاد. هذا رايك؟ يعني ما بعرف كل شيء بيجي من الله منيح. لا اله الا الله. ماشي الحال. سهران اسعد ولا تروح تنام مشان تبكر على شغلك؟ ايه بروح. يلا بنا إذا خاوز معك ابقى تعال عندي على الشغل مشان تخبرني. إيه
يلا تصبحوا على خير. انت من اهل مع السلامه. مع السلامه بابا. صباح الخير. الله معك يا بنتي. يو شو بك عم تأكد فيني؟ حاسس انه في شيء من جهة منيرة واسعد مو هيك؟ لا بس بتعرف انت هو خجول زيادة ما في غير هيك. بدك شيء مني قبل ما انام؟ لا لا ما بدي غير سلامتك. ابن عمي قال يلي بيقعد مدة بدون شغل بيتيبس ظهره ومفاصله دخله. صحيح هالحكي؟ ايه صحيح. طيب انت بكره رايح على شغله، يعني بجوز إذا فركت لك ظهرك بلي بتروح بكرة على شغلك مرتاح أكثر. لا ما بدي أتعبك. تعبك راحة. نعم. انت بتحبيني؟ قصدي يعني رضيتي تتجوزيني لانك بتحبيني ولا غصب؟ شو شايف انت؟ ما بعرف يعني بقصد يعني من وقت ما تجوزنا وعشنا سوا بهالبيت شفت مني شي عاطي؟ لا والله ما شفت منك إلا كل حني. فإذا؟ يعني قصدك تقولي تحبيني؟ بتعرفي منيرة؟ أمي وأبي ما كانوا يحبوا بعضهم بالأول. أول ما تجوزوا كانوا يحبوا بعضهم، بس بعدين لطيف. يعني بدك تقلي إنه خايف يصير فينا مثل ما صار فيهم؟ ما بعرف. لا إذا تعاوننا على الحلوة بالمرة وضلينا متفاهمين على كل شيء ما بصير إلا الخير. هلا أنت مو بتحب كتير مو شوي. أنا كمان بحب. حبايب لا تلوموني، العشر مقدر ولا تظنوا في الغالي هو غيري. تفضل معلمي. ايه والله تعيش. شو خلصوا العجينات؟ خلاص نفقنا. يعني لسه ما استويت قدام الفرن؟ والله يا اخي الفرن نعمة بهالشتوية الباردة. خود شراب ودعي لي. ايه والله ما بدونا. خلصنا معلم. المعنى يعني بدي روح بقى. اقول لك ابني ما حدا مربطك، روح. يلا سلام عليكم. بدك شاي محمود؟ شراب حصتي انا مستعجل. خاطركم شباب. الله معك. موفق محمود. شايف العشق شو بيعمل لك سعدو؟ ليش محمود عشقان؟ عشقان؟ غرقان المسكين مو بس عشقان. ايه اللهم عافينا.
معلم شو يعني لا حياء في الدين؟ شلون أدران على تنتين؟ وتو لا كل شيء للأرض. ها والله يا معلمي متعجب، الله الوكيل أنا بوحدة ماني مخلص. مرحبا أبو حسن. أهلين أهلين وسهلين. أعطيني مرحبا قطعة الخبز زكاتها. تكرام تكرام. مرحبا سعدون. مرحبا. شو راح تجيب لنا، صبي ولا بنت؟ والله يا ايدي بيبعتوا والله منيح. هلا اكيد رح يحصل. لك اتركوه بقى زلمي، اتركوه الله يكون بعونه. بتمر ابو حسن هي 20 قرش. عوض عليك. 100 اهلين. لك اسعد انت ليش بترد عليهم؟ ليش؟ معلش يا معلمي. بس بدك تدغري معلمي، انا لحد هلا مي داخل بمخي شغله تساعده. لك شلون بيخطب وحده بيقوموا بجوزوه اختها؟ لك ابني الجواد اسمه ونصيب. امنا بس كمان صعبه. لك وانت شلون رضيت؟ انا والله قلت لك بعدين كبيري احسن من صغيري. ايوه لقيت احسن ولا قال لك عقلك ما تطلع من المولد بلا حمص؟ لك انت مانك رجال والله، لو كنت محلك والله لكنت انت الدنيا وحطيتها على راسهم. بس الجماعه كثير مناح معي، بعدين هالشيء صار من حظي. يعني انا اساسا كنت غلطان، كان لازم اخطب الكبيرة. يعني صار معك مثل قصة الثعلب وقت اللي شاف حاله مو طايل على ايد الزراب لحاله لسات الحصره ما بيسوى. جبت لك خبزات سخنين تدوقيهم. تعال شيف، شفت حالي جوعانه كثير اليوم ما قدرت استنى لحتى تجي. ايوه والله ما قصرتي. شو بدي اعمل؟ من البرد الواحد صاير عم يجوع اوان. انا الله معك الفرن نعمه بهالشتويه البارده. ايه وانا لاحشني هون بهالقنية اللي لا برد حر ولا برد برد. إيه. الله الله كريم يا منيره، قدامنا المستقبل لسه. أنا مستقبل؟ مستقبلك صار بين إيديك، لسه في مستقبل بعده؟ ولي على حظ الفقير وعيشته. لا تغلطي يا منيرة، ما راح خليك تضلي عايشة هيك. راح أصلح لك البيت واشتري لك تخت حديد وخزانة عبي لك إياها تياب، شي جوخ وشي حرير مثل ما بيشتهي قلبك. عم تحلم؟ ايه بكره بتشوفي، بس اصبري علي شوي. صابره بكل الاحوال، غصبا عني مو بكيفي. يعني كل شيء استفدنا منه قد هالبنتين، الكهرباء والمي. نعم يا كبيره، شو بدك اكثر من هيك؟ صحيح يا رجال، بس انا كان فكري تفتح لك دكان وبلا لك شغل فعالي. اي معك حق، بس كان لازم نجيب لك شي بنتين ثانيات. عم تمزح؟ والله ما حسيت بها شيء الا بعد جواز منيره وليلى. صرت احس بوحشه. مع انه منيره بتضل عندي وليلى بتجي لك كل يوم شي ساعه زمان. بس بقى مثل الضيوف. شو تارك باب زق مفتوح؟ هي بجوز شي وحدة من البنات. اهلين يا مو. اهلين اهلين. شو برد فظاع. لكن يا مو صرنا بعز الشتاء. هلا كنا عم نذكرك. قربي الدفي يا مو قربي. شو وين جوزي؟ بالفرن. ايه على طول يعني؟ ايه والله الشقنا له. يقطع الفرن وعيشة الفرن، بيطلع من البيت وش الضو ما بيرجع لبعد اذان العشاء. معلش الرزقة هيك بدها.
بس يا بي والله هي مو عيشة. ولك ايش بيطلع بايدنا يا بنتي؟ الله خلقنا فقراء، شو بده بيطلع بايدنا؟ على القليلة نعمل شي يطلع بايدنا، بيت عم يلعب فيه الهوى لعب، مو خرج يعيش فيه بني ادم، لا مطبخ ولا شي. طيب مو لحق عليكي؟ علي انا؟ معلوم لك ايه، 20 مرة صرنا قايلين لك جيبي جوزك وتعوي شو معنا، هاي هي صفينا انا وامك وحدنا بهالبيت. ولك امي انا كم مرة قلت لك هالحكي؟ ما بتعرفوا اسعد طبعا بده نكون لحالنا. ايه هو معه حق، بس لك بنتي اللي ما بقيت عرسان. ايه لا تخاف، مثل السمنه والعسل كمان. من هالشي؟ شو من هالشي؟ بدت منيرتنا يعني خلاص عتقوا. يو انت الثاني، ايه ما حلوا نعتقوا بشهرين زمان؟ ليش ما بتتذكرين احنا بعد جمعتين اتخانقنا؟ ايه انت كان يطلع خلقك قوام. وهلا؟ لا هلا على سلامتك. ايه بستأذن انا. يو تقبرين سهلا اجيتي؟ ايه مو حلوه اقعد بيناتكم، شايفتكم رح ترجعوا عرسان من اول وجديد. كنت بتخسر شي لو مريت لعند اهلي؟ والله ما خطر لي، خليت ابي يطلع بهالبرد يوصلني. يا ريتني عرفت انك كنت. لكان معقولة احسن اسهر وحدي بهالبيت يلي مثل ابن الجار؟ عم اقول يا ريتني عرفت انك هني لحتى مرجيبي. انا ماني زعلان لانك صرتي وحدك عندي. ما احلاك تزعل والله. شو صاير ما صفي عندك فحم؟ هيك بيت بده انطار فحم. بتعرفي شو رح ساوي من بكرة؟ شو؟ رح تصلح البيت؟ لا رح احمل تنكي وجيب لك فيها كل ليلة نار من الفرن. مو فكرة؟ بدال ما نطفي هالنار الظريفة بحمل لك اياها بالتنكي وبجيب لك اياها لهون بتدفي لك الأوضة الليلة بطولها. شبك منيرة؟ راسك واجهك شي؟ لا. لكن شو؟ ما فيني شي، بدي نام وتريحني. اطفي الضوء وريحني من هالمكنة. انو مكنة؟ مكنة لسانك، شطارتك الوحيدة ممكن تخدمني هالخدمة؟ الرجال مو يلي بس بيبذر اولاد، لا الرجال يلي بيقدر يسد حاجتهم لهالولاد وما يخليهم يعيشوا عيشة الشحادين. يلا يا شباب خفوكم شوي طيع النهار. ما حني منيح؟ حني معلمي حني. أنا كان سمي بالله. حاضر معلمي. يا الله تغير أحواله مو هيك؟ والله هيك صاير له كم يوم مو مبسوط. ايه لك لكن واحد مثله خرج برا وجواز. لا والله الله يعينه، وخصوصي إذا كانت المرأة مثل بنت خليل. أنا بعرفهم منيح لبيت خليل. ظاهر سمعنا يا سيدي. اسمع المسبب يعمل حاله ماله هون. سيدي الله يحن عليه وعلى كل فقير. ايه امين يا رب. لك لسه ما اشبعت حكي وقفتين سوياه.
تفتوا له شغلكم العمى صعيد واحد بعمره لا يعطيكم وش. انا عم بشتغل بعمي. اشتغل الله يعطيك العافيه اشتغل بعمي. هلا اجرتي رح اهتم هيك مثل ما هي. هلا انت اهتم بشغلك. اي والله يا معلمي ورقه وحده قليل. والله يا اسعد اللي اوله شرط اخره سلامي. اي بس انا كنت جير عم بتعلم هلا ما بقيت جديد. شي حلو والله. لك مين عم يعلمك علي يا اجدام؟ ما حدا معلمي ما حدا بس الله وكيلك. هالورقة يا دوب عم تكفينا فحم وزيت كاز وشوية سكر وشاي. ولك دير بالك على الخبز ليحترق قوام العمى بدي اقرالي جريدة. مساء الخير. أنو خير؟ زهقاني؟ زهقان. معك حق. لازم تدور على شغلة تانية. ليش أنت أصلاً بيطلع بإيدك لو ما أبي سعالك بهالشغلة؟ نامي هلا، ارتاحي ما بيسوى نامي مزعوجة. ليش انا لحر وشوف راحه وانا بهالبيت يا منيره؟ الله كريم. لك انه هالجره ليش ما انطبشت براس غيري؟ اضرب انا عليك ظاهر وحامك قوي. لكان يا اختي الأكترية بيكونوا حامون قوي بأول الحبل. مظبوط. خليكي مرتاحة تقبريني. دقت انفاسي بدي شم هواء. معلش تقبريني خليها تشم هواء بأرض الديار. يا حرام متغلبة كتير ستي. هذا شي لابد منه. دخليك شو قصتها منيرة لهلأ ما حلت؟ والله علمي علمك يعني بجوز هو لا تواخذينا منفعان. الله يا أختي بيننا وبينه ما اختلفنا بس يعني كل أهل الحارة عم بيحكوا الحكي. الناس بدها تتسلى تقبريني. يو ومن كل عقلك عم تبكي كمان؟ والله لو طالع بإيدي موت ما بصير. إيه بس بلش نان. لك أنا شو هالعيشة يا أمو؟ لهداك الرجال اللي بتتحمل المرأة مشانه ولهالعيشة اللي بتخليها تحس إنها بني آدم. والله يا بنتي اللي بيسمعك بقول انك بنت امير. لا انا مالي عم اقول هيك بس على القليله الوحده تكون عايشه مثل ما كانت عايشه ببيت اهلها. لك بنتي شوي شوي انا لما اخذت ابوكي كانت حالته مثل حال جوزك. يا ريته يا مو مثل ابي بس هذا ما منه خير ما بصير احسن من هيك. هلا هي اسمتك وهذا نصيبك شي صار لازم تحملي وتصبري بقى. بصير بدك تفضحينا قدام الناس يا بي ما عاد فيني اتحمل اكثر من هيك. لك يعني لو كان الزلمه اساء لي كنا قلنا معك حق بس زلمه ما له ذنب هو هيك طبعه. بعدين الزلمه ما حصل منه بحقك الا كل خير صح هالكلام؟ قومي لك بنتي قومي خلي ابوك يوصلك على بيتك اغزي الشيطان. Thank you.
تزوجتي ببيت اهلي هيك اجى على بالي. عجبك؟ انا من شانك هيك طقص، يعني الواحد بينشغل باله. مشاني ولا مشان حالك؟ ولك على مين بدي ادعي بس؟ عليك ولا على يلي بلوني فيك ولا على حالي؟ أخبار أسعد؟ شو بدها تكون أخباره يعني؟ أيوة أنتي الثانية تخسر الشيء إذا سايرتي؟ إيه والله مثل السكرة إذا بدك الحقيقة. شبك؟ عدي وجاي نعود. كنت عم تعبي مي؟ إيه. الله ريحني من هالشغلة، فاضل جاب لي المي لنص البيت. بس بتصدقي لك منيرة؟ والله ما فرحت لحالي قد ما فرحت لأمك المسكينة. خليها ترتاح. مي وكهرباء، مين كان يصدق هالشي قبل سنة؟ خاطرك وين؟ كمان اليوم ما اجت منيرة؟ أنا رحت لعندها. إيه والله حالتها صعبة. إيه؟ الله يصلحها ويهديها. بيني وبينك يا رجال، إيه والله الحق معها. لك مزبوط يا مرا. إيه بس يعني أمر الله وصار، شو طالع بإيدنا؟ ضرب أنا على هالبنت شو حصلت؟ بعد عني قوم بالي طريقتك، قوم زو على حالك واعرف حالك بقى. لعب على قلة هالإحساس، قال فوق كل هالتعتير لحقني لهون كمان. إيه روح، لازم تكون رجال بالأول. إن شاء الله روحها بلا رجعة. ظاهر هاك القتلة. والله يا أخي نياله على هالبدن شو متحمل. كذابين، ما حدا بيحسن يضربني. ما عدا أم النور، عليم الله بتصارع زلمتين سوا. كذاب. شو كذاب؟ باين ليك وشك شلونه. بعدين اصلا هي الزلمه وانت الحرمه، عليم الله لو بتشوفه شلون بيصير بين ايديها بتقول مثل هالعجينات بين ايدي. كذاب، كذابين كلياتكم كذابين. شو في انت وياك؟ شو في؟ شو في انت وياك؟ شو في؟ ماك شي معلم. عم نمزح معه علمي. انا 100 مره قلت لكم لا حدا يمزح معه. تموا شغلكم، تموا شغلكم احسن ما اقصدكم اشوفكم. ها لا والله ما بيستاهل هالأجدب، خلي اجرتي تنخصم من شانه. ولك خلاص بقى، خلاص تضع. يعني نام برا؟ ما بعرف يا اسطفل، المهم انا ارتاح. لا يا بنتي والله خطيته هالأسعد. وأنا مو خطيتي؟ بلا، بس يا بنتي أسعد ما عمل شي. وأنا ما عملت شي وما لي ذنب. والله أبوك إذا سمع هالقصة لعمل لك فصل بأمرك ما شفت منه. بالله يرضى عليك يا بنتي، روحي له ليلة على الفرن قبل ما يسكر وخليه يجي ينام ببيته. استري علينا، نحن طول عمرنا ناس أشراف ما نتحمل حكي. يلا يا أسعد أطفي النار وامشي. يلا ما معلمي ماشي. سكر لي باب الفرن منيح. الله يرضى عليك يا اسعد. ها إيه على عيني يا معلمي. يا الله لاقيك هون لهلا. لك ما بدي افهم،
لإمتى بدك ياني ضل مستنيه بدون خبز؟ ولك شو مفتكرني دابة مربوطة عندك بالبيت؟ ولك حتى الدابة بدها تاكل وتشرب؟ وطي صوتي. ما بدي وطي صوتي، ما بدي. لإمتى بدك ياني ضل مستنيه؟ بدك تلاقي بالفرن وتتركني جوعانة وبردانة؟ لا ليكني يا عم، عم طفي النار مشان اخذك الخبز. كذاب، بدك ياني نام الخير اكل. ولك خرسي خرسي، لك دابه. انا دابه ولا؟ ولك تعال على البيت، تعال ورجيك قيمتك انت لك ساعه. ولك والله لا خليها نهايتك الليله، والله لا اشوي وشك شوي.